بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الصف الثالث الثانوي زوج شباب، هنكمل مع بعض في الديناميكا، مستمرين إن شاء الله. مسائل على البكرات من كتاب بنك الأسئلة والامتحانات، كتاب المعاصر. قبل ما نشتغل يا شباب البكرات، عايزين نراجع كده على القوانين. أنا عندي البكرة هنا بيتدلى منها كتلة، هسميها مثلا كاف شرطة، وفي كتلة تانية هنا تتدلى وزنها كاف. هنا في الشدود طبعا الشباب بتكون متساوية، يعني احنا ناخد الحالة الأولى كده في البكرات ونتكلم بها بهدوء كده، وبعد ما نخلص الحالة الأولى نشوف الحالات التانية. تمام؟ انت عندك لو اتجاه الحركة كان لفوق طبعا بيبقى فيه هنا وزن اللي هو كف دال، تبقى كف شرطة بقى في دال. لو اتجاه الحركة لفوق الشد هيبقى لفوق كده، وهيجي هنا كمان معاه كف جيم. يبقى انت عندك الوزن وكف جيم، يعني انت عندك ان الشد هيساوي كف جيم. لو اتجاه الحركة الأعلى الشد هيساوي كف ج زائد كاف شرطة في د، يعني الشد هيساوي مجموع، طبعا دي كاف شرطة برضه، ها كاف شرطة تاني كده يا شباب، دي كاف شرطة برضه، كاف شرطة في ج وكاف شرطة في د، فناخد كاف شرطة عامل مشترك، فتبقى ج زائد ايه زائد د. يبقى دي قاعدة معانا نحفظها، لما يكون الجسم متحرك لفوق كده، البكرة بتتحرك لفوق وعايز اجيب الشد من الناحية دي، اقول ان الشد بيساوي كتلة في ج زائد د. تمام، دي قاعدة تحفظها عشان اسئلة الاختياري بقى وانت بتحل. طب لو عايز اجيب الشد من هنا، ده طالع كده، ده هينزل كده، يبقى لما ينزل في هنا طبعا هيقابلك كف د، وطالما نزل لتحت كده يبقى كف ج تيجي لفوق، ماشي؟ فبالتالي ان كف د هتستنتج بقى ايه، ان كف في د اللي تحت دي هتعادل لفوق، اللي تحت بيساوي لفوق، يعني يساوي الشد زائد كف ج. يعني الشد يا استاذ هتقول لنا ان هي كف د، تودي دي الناحيه التانيه بعكس الاشاره، تبقى ناقص كف ج. يعني الشد اللي هو انا خلي مثلا ده شد 2 وده شد 1، يبقى الشد 2 هنا اهو، وده خلي شد واحد، فشد اتنين هنا يا شباب اقول ان الكاف عامل مشترك، يبقى ده ناقص ايه، ناقص جيم. انا عايزك بقى تحفظ دول عشان اسئله اختياري، تحفظهم عشان اسئله اختياري، ما تجيش بقى في الامتحان وتوه. والله لو كانت عايز اجيب الشد من الناحيه دي، يبقى هجمع جيم زائد د في الوزن بتاعك، في الكتله، يعني الكتله بتاعت ايه الموجوده هنا دي كاف شرطه. ولو كان هنا هابط عايز اجيب الشد من الناحيه دي، يعني ده احنا افرضنا اتجاه الحركه كده، تمام؟ لو جاي اجيب هابط اقول له ان الشد التاني يساوي كاف ده ناقص جيم. كمان هنا شباب عايزك تعرف ان الضغط بيساوي 2 في ش، الضغط على البكره بيساوي 2 ش ضعف ايه، ضعف الشد. طب برضو عايزك تحفظ لما تيجي تجيب العجله في الحاله دي، تقوم جايب والله فرق كتل، فرق كتل اللي هي كاف ناقص كاف شرطه، يعني تطرحهم من بعض على مجموع الكتل، كاف زائد كاف شرطه، كل ده مضروب في د، حسب بقى ده اللي اتعرض عليها 9 و8 و10 او 9 و8 حسب المساله. تمام، دي اساسيات هنحتفظ برضو بالورقه ديت واحنا بنحل المسائل، ولما يقابلنا النوع التاني هناخد ورقة تانية، وهكذا لحد ما نخلص البكرات إن شاء الله. اتفقنا؟ تمام؟ تمام، نتكل على الله كده ونشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول، في الشكل المقابل البكرة صغيرة منساء، إذا تحركت المجموعة من السكون فإن عجلة الحركة بتساوي نقط. بص كده، هو عايز العجلة، إحنا قلنا العجلة بتاعة الحركة فين القانون بتاعها؟ أهو، فرق الكتل على مجموعهم في دال. خلاص، يبقى الورقة دي هنحتفظ بيها كده معانا ونحل في إيه؟ ورقة تانية. ماشي؟ ادي الورقة بتاعتنا اللي هنحل بيها المسائل دي ونخلص على طول ان شاء الله. يبقى انت لما تجمعهم هيبقى 5 في المقام وتطرحهم في البسط، الكبيرة ناقص الصغيرة يا استاذ اهي قانونها. يبقى والله اول واحدة معانا، اول واحدة شباب اقول له ان العجلة بتساوي الفرق بين الكتل، ركز كده، يبقى 4 كاف ناقص كاف على مجموعهم اللي هو 5 كاف في دال، يبقى 3 على 5 في دال، لأن كاف هتروح مع إيه؟ مع كاف. يبقى الإجابة بتاعتك للسؤال الأول هتاخد 3 على 5 دال اللي هي الاختيار جيم. السؤال رقم 2 بيقول لي في الشكل المقابل البقرة كانت صغيرة ملساء، إذا تحركت المجموعة من السكون وكان مقدار الشد في الخيط بيساوي 20 نيوتن، فإن الضغط على البقرة بيساوي نقط. عايزين نجيب الضغط يا شباب على البقرة. لسه قايلين الضغط بيساوي 2 في ش، يبقى ده تساوي 2 في ش أهي. يبقى 2 في 20 اللي وجبها تساوي ايه؟ 40 نيوتن. يلا السؤال اللي بعده، يبقى دي دال، خد دال، ماشي، يبقى 2 دال. السؤال اللي بعده رقم 3 بيقول لي جسمان، نرجع للورقة بتاعتنا هنا نشتغل بيها، جسمان كتلة كل منهما 3 كيلو جرام مربوطان في طرفي خيط خفيف عبر خيط خفيف غير مرن، يمر على بكرة صغيرة منساء، إذا اكتسبت المجموعة سرعة قدرها 2 متر كل ثانية، أولا أوجد العجلة، ثانيا الشد في الخيط، ثالثا المسافه التي تقطع احدى الكتلتين خلال ثانيه واحده من بدء الحركه. لاحظ ان انت عندك الكتل زي بعضها، لو طرحتها تبقى بصفر، يعني العجله هتساوي صفر.
يبقى السؤال التالت ألف، هتاخد ألف هتاخد إيه؟ صفر. السؤال التالت أولا يعني هتختار ألف اللي هي صفر. فهمنا يا شباب؟ لو برضه عايز تتأكد يعني من الكتلتين طالما هما زي بعض يعني بتحرك سرعة منتظمة، طالما سرعة منتظمة يعني العجلة بتنعدم بصفر يعني. خلاص يبقى دي تلاتة إيه أولا، أو تعوض في القانون بتاع اللي أنت حافظه اللي هو فرق الكتل على مجموعهم في دال فيبقى صفر على أي حاجة بصفر. خلاص بس عايزك تفهم طالما الكتل زي بعضها يبقى العجلة إيه بصفر لأن الحركة سرعة منتظمة. طب ثانيا بيقول لي الشد في الخيط بيساوي نقطة، طالما هو شباب بيتحرك بسرعة منتظمة العجلة معدومة يعني أنت اللي فوق هيساوي اللي تحت، يعني الشد اللي عندك هيساوي الوزن كله اللي هو ايه 3 ثقل كيلو جرام. هو عايز اصلا بالثقل كيلو جرام، سيبها 3 بقى ما تحولهاش فيطلع معاك 3، يعني تاخد الاجابه ايه جيم. طب ثالثا المسافه التي تقطعها احدى الكتلتين خلال ثانيه واحده من بدايه الحركه، طالما عندي يا شباب السرعه منتظمه يعني فيها بتساوي عين في نون، يبقى السرعه اللي اتحركت بيها قدرها 2 في زمن قدر 1 ثانية، يبقى 2 في 1 بإيه؟ باتنين، يبقى اتحركت مسافة 2 متر، يبقى ناخد الاختيار بتاعنا إيه؟ باء، يعني دي المسافة، لأن السرعة كانت منتظمة، يعني العجلة بصفتها سرعة منتظمة فيها بتساوي 2 في نون، تمام؟ شوف السؤال اللي بعده رقم 4، يقول لي إذا اتحركت المجموعة من السكون وكتلة للكيلوجرام فإن عجلة المجموعة بتساوي نقط. لاحظ إن دي مختلفة عن اللي فوق يا شباب، في كتلة زيادة معانا فإحنا هنشتغل بالقانون أهو. يبقى السؤال الرابع عايز أجيب إيه؟ عايز اجيب العجله، يقول فرق الكتل على مجموعهم في د، يبقى العجله بتساوي فرق الكتل اللي عندك، عندك اليمين 3 كاف والشمال كاف، يبقى 3 كاف ناقص كاف ب 2 كاف اهي مباشره. فاهمين شايفين معايا مساله رقم 4 يا شباب؟ الكتله اللي على اليمين كانت 2 كاف بالسهم اهو، شايفها 2 كاف وكاف 3 كاف، تشيل منها كاف يبقى 2 كاف بس، على مجموعهم كلهم اللي هي 2 و1 و1 يبقى انا 4 كاف. كل ده مضروب في مين؟ في د، د اللي هي كام؟ 9.8 عجله الجاذبيه، يعني نص 9.8 اللي هي كام؟ اللي هي 4.9، والتمييز بتاعنا متر كل ثانية ايه؟ تربيع. ده رقم 4. طب السؤال اللي بعده رقم، لا لسه في دي أولا يا شباب، دي أولا لسه في ثانيا وثالثا وكمان رابعا، ثانيا وثالثا ورابعا. طيب ركز معايا بس كده عشان الخط يبقى واضح وتفهم. ثانيا بيقول لي ايه؟ هات سرعة المجموعة بعد 2 ثانية. خد بالك هو بدأ من السكون يعني الابتدائية بصفر، وإلا خلال زمن ايه 2 ثانية، النون كان ب2 ثانية، والعجلة انت طلعتها 4.9 متر لكل ثانية تربيع. تقدر بقى تحل المسألة، تقدر تجيب ايه السرعة، تقول والله عين بتساوي عين ابتدائية زي جيم في نون، جيم في نون اهيت خلاص، يبقى العجلة عين اهي تساوي عين ابتدائية زي جيم في نون، ده هيبقى بصفر، والعجلة اضربها في الزمن يبقى 2 في 4.9 تطلع 9.8 الاختيار ده. طب السؤال اللي بعده بيقول لي اذا نقصت الكتله 2 كيلو جرام من عن المجموعه بعد 2 ثانيه فان المجموعه تتحرك بعد ذلك بعجله ايه؟ خد بالك لما نحذف الكتله 2 كاف ايه اللي هيحصل؟ هتبقى زي المساله اللي فاتت يا شباب، فاكرينها لما كانت الكتله متساويه لان العجله بصفر يعني السرعه كانت منتظمه يعني العجله تبقى بتساوي صفر، يبقى ناخد ثانيا ولا ثالثا بقى؟ احنا في ثالثا مش كده؟ ثالثا لان ثانيا عملناها دال، يبقى ثالثا هتبقى وعايز اشيل العجله بصفر. خلاص يا شباب يبقى ثالثا اقول له العجله بتساوي ايه؟ ها بتساوي صفر. ليه يا شباب؟ لان هو حذف الاتنين كيلو دي فتبقى كتلتين زي بعض، فانت عايز تتاكد اكتر هتيجي تجيب العجله تقول فرق الكتل الموجوده هتبقى بصفر، لو انت مش فاهم الحته دي يعني. فالقانون اهو معاك في ورقه، احفظ الورقه ده تمام. طيب السؤال اللي بعده، المسافه التي تقطعها الكتله كاف في 5 ثواني من بدايه الحركه. طيب ناخد بالنا يا شباب، وعايز المسافه التي تقطعها الكتله كاف في 5 ثواني من بدايه الحركه. ركز معايا، انت عندك الكتله اللي هي كاف دي، قسمنا المرحلة على مرتين، احنا قلنا خلال الثانيتين في الأول كانت ماشية بعجلة منتظمة، صح كده؟ قبل ما يفصل بقى عجلة منتظمة، بعد كده لما فصل مشت ل3 ثواني لوحدها، يعني هنا نون كانت ب2 وهنا نون كانت ب3 ثانية، مشت بإيه؟ سرعة منتظمة، مش كده يا شباب فاهمين؟ ركز معايا كده للسؤال رابعا، السؤال رابعا ده مهم، رابعا في السؤال رقم 4. شباب احنا في رابعنا رقم 4، بيقول لي عايزين نجيب المسافة اللي بتقطعها كتلة كاف ده بعد 5 ثواني، احنا عرفنا اللي بعد ثانيتين الكتلة التانية اتشالت، يعني خلال ثانيتين كانت ماشية بعجلة منتظمة، وبعد كده 3 ثواني كانت ماشية بسرعة ايه؟ منتظمة. تعال نجيب بقى المسافة اللي مشيتها هنا والمسافة اللي مشيتها هنا. تعال نجيب المسافة الأول حاجة، يعني خلال العجلة المنتظمة اللي عندي فيه، طبعا احنا عندنا بادئ من السكون هتبقى بصفر، يعني نقول والله دي هسميها فيه واحد، المسافة دي يا شباب اسمها فيه واحد،
والمسافة دي اسمها فيه اتنين. تعالوا نجيب فيه واحد خلال الايه العجلة المنتظمة. فيه واحد اقوله بيساوي ع ابتدائية نون زائد نص ج نون تربيع. الابتدائية بصفر، يبقى المسافة الأولى بتساوي نص في العجلة اللي كانت متحركة بيها، اللي طلعناها يا شباب العجلة كنا مطلعينها ب4.9، يبقى اهو نص في 4.9 في مربع الزمن بتاعنا كان ثانيتين، الفترة دي ثانيتين، يبقى 2 في 2 ب4، نص الأربعة ب2، 2 في 4.9 يبقى 9.8 متر مشيتهم. يبقى الكتلة دي اتحركت من هنا لهنا مسافة 9.8 متر خلال العجلة المنتظمة. خلال العجلة ايه يا أستاذ؟ المنتظمة. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ الفترة التانية دي اتحركت بإيه؟ بسرعة منتظمة، يعني العجلة كانت بصفر، يعني في المرحلة دي فيه بتساوي ع في نون، فيه اتنين ده اقول له ع في نون. طب انا ما اعرفش السرعه اصلا يا استاذ اللي كان ماشي بيها. طب ما بسيطه، جيبها من هنا، جيبها من الاول. تعال نجيبها وبعدين نعوض هنا بقى. انت اهم حاجه تبقى فاهم، الباقي سهل، اهم حاجه افهم. الفتره الاولى خلال ثانيتين كان ماشي بعجله منتظمه، طلعنا المسافه 9.8. بعد كده خلال الفتره الثانيه بقول له ع في نون، فعندي هجيبها منين؟ من المرحله الاولى. اقول له والله ان ع تربيع بتساوي ع ابتدائيه تربيع زي الاثنين جيم فيه. تمام. طيب انت عندك فيه مش موجوده، جبتها وتقدر تعوض عنها، لان ع ابتدائيه دي ايه؟ طيب ممكن تقول برضو ع بتساوي ابتدائية زي ج في نون، عادي، ما هي صح مش غلط، مفيش مشكلة. يبقى ع تربيع بتساوي 2 في العجلة اللي هي كانت 4.9 في المسافة اللي انت جبتها خلال الفترة الأولى 9.8، وبعدين تجيب الجذر. لما يقول له والله 2 اهي في 4.9 في 9.8، اللي هم جايبين الجذر الأنصر، يديك السرعة بكام؟ 9.8 اهي. جبت انت السرعة، ما عندكش حجة بقى، خلاص عندك السرعة، اضربها بقى في الزمن وطلع المسافة التانية واجمعها المسافة الأولى وهات المسافة الكلية وخلص مسألتك. يبقى الناتج بيساوي 9.8 متر كل ثانية. تعالى بقى الفئة التانية يا أستاذ، اضرب السرعة 9.8 في الزمن التاني اللي هو 3، 3 في 8 ب 24، 3 في 9 ب 27، و2 29. يعني ايه مشت المسافة دي هنا والمسافة ديت الأولى؟ هيبقى فين فين فيه واحد أهي، ودي اجمعهم على بعض عشان دي المسافة الكلية بقى. تقول له والله 9.8 زي 29 و4 من 10 بتساوي 8 و4 12، 10 و9 19، اطلع يبقى 39 و2 من 10. يبقى الاختيار بتاعنا ايه؟ ب. اتمنى اكون فهمتها. خد بالك هو قال لك خلال 5 ثواني، تاني يا شباب 10 اللي مش فاهم، هو الكتلة اتحذفت التاني اللي هي 2 كاف دي بعد كام ثانية؟ قال لك بعد كام ثانية؟ بعد ثانيتين. يعني خلال ثانيتين كانت ماشية بعجلة ايه؟ منتظمة، وخلال 3 ثواني بسرعة منتظمة. سرعة منتظمة يعني فيه بتساوي ع في نون، عجلة منتظمة يعني فيه بتساوي ع ابتدائية نون زائد نص ج نون تربيع. نجيب السرعة عشان نعوضها هنا من العلاقة ده اهي، أو عندك القانون الأولاني اللي هو ع بتساوي ع ابتدائية زائد ج في نون، أي قانون استخدمه هيطلع لك السرعة. تمام. بس لاحظ إن الزمن معوض، الزمن موجود وعندك العجلة موجود، هي مفيش مشكلة، صح؟ ولكن دي سهلة ليه؟ لأن الزمن أصلا موجود عندك، كان هنا موجود أصلا في الفترة الأولى، قلنا اللي هو ثانيتين، فنقول 2 في 4.9 دي كانت 9.8 هي يعني. خلاص؟ فالإجابة بتاعتك تبقى 39 وإيه؟ و2 من 10. أتمنى أكون فهمتها. طيب السؤال اللي بعده رقم 5، بيقول لي كتلتان 150 صقل جرام و100 صقل جرام معلقتان في طرفي خيط كما في الشكل المقابل، فإن عجلة الحركة للمجموعة إذا كانت البكرتان صغيرتان وملساوتان هي. طيب تعال نحلها كده مع بعض برضو. معانا هي شباب شايفينها، اللي فاهم العجلة عايزين نجيبها، فرق الكتل على مجموع كتل في دال، هذا اللي احنا هنعمله هنا في المسألة بتاعتنا رقم 5. عندك كتلة 150 وعندك 100، يبقى انت عندك عريض عجلة بتساوي فرق الكتل، اطرحهم يديك 50، اجمعهم 250 في دال اللي هي 900 وكام و80 يا استاذ بقى، مش 9.8 ليه؟ لان احنا عندنا بالصقل جرام، يبقى ناخد العجلة 980. اصحى معايا، طير صفر مع صفر، هنا فيها 5 يعني 980 على ايه؟ على 5، احسبها 9 على 5 فيها 1 وتبقى 4، 48 على 5 فيها 9 وتبقى 3، 30 على 5 فيها 6، يطلع معاك 196 سنتيمتر كل ثانية تربيع. ما تقعش في الفخ بقى وتحط لي 9.8. طب بص كده الاختيارات، هل ده موجود يا أستاذ؟ موجود أهو. طب لو مش موجود هتحاول بقى تحولها لمتر، طب مقسم ده على 100 لو كانتش موجودة يعني، لكن هي موجودة اهي. تمام، يعني الإجابة تبقى ايه؟ تبقى ب. فهمنا كده الاختيارات حل ازاي السؤال؟ نشوف السؤال اللي بعده، السؤال رقم 6. رقم 6 بيقول لي ربط الكتلتان 5 كاف و2 كاف كيلو جرام في نهايتي خيط خفيف يمر على بكرة ملساء، وحفظت المجموعة في حالة اتزان، وجزء الخيطان الخيط رأسيان، فإذا تركت المجموعة تتحرك من السكون، وكان الضغط على محور البكرة بيساوي 112، يعني نقدر أجيب الشد، الضغط بيساوي 2 شد، يبقى الشد بيساوي
هنقسم بقى المية واتناشر ده على اتنين، يطلع معانا كام؟ 56 اللي هو الشد. ماشي. طب خد بالك من حاجة مهمة وانت بتشتغل، بص كده الرسمة بتاعتك دي فاكرينها؟ اللي هو بيتحرك كده يا استاذ زي ده بالظبط، لان الخمسة كاف كانت هنا وهنا كام؟ كانت اتنين كاف، فاهمين؟ فعلى طول اقدر اجيب العجلة على طول، فرق الكتل على ايه؟ مجموع الكتل. واقدر اجيب الشد كمان اهو، احنا قايلين الشد هنا ده كان هنلخصها بقى دماغنا شويه نكتب، يبقى الكاف ده ناسجين على طول الشد القانون ده، الشد القانون ده، وتخلص مسالتك وانت عارف ان الشد موجود اصلا والعجله موجوده، تقدر تطلع ايه منك؟ تطلع كتله. تحاولوا كده تفهموا معايا، يلا يا شباب كده معايا اكتبوا. اول حاجه يا استاذ لازم نجيب العجله، يبقى العجله هتساوي للمساله رقم 6 فرق الكتل يعني 3 كاف على مجموع الكتل 7 كاف في د اللي هي 9 و8 من 10، كاف تروح مع كاف، يبقى 3 في 9 و8 من 10 مقسومة على 7. يلا يا أبطال ها اكتب معايا، 3 في 9 و8 من 10 على 7 يديك 51 على 21 على 5، أهي فيها كام؟ 4 و2 من 10 اللي هي العجلة، والتمييز بتاعك كان إيه؟ متر لكل ثانية تربيع، دي العجلة. بعد ما جبنا العجلة يا أستاذ هنجيب مين؟ هنجيب زي ما قلت لنا من شوية الشد. لا طب ما انت الشد موجود، مش الضغط اصلا بيساوي 2 شين، وانت عندك الضغط ب 112، يبقى الشد ب 56، تمام. والتمييز بتاعك كان نيوتن، خلاص مفيش حاجه اهي، مفيش مشكله، كله تمام اهو معاك، كل حاجه سهله في المساله. تقوم كاتب القانون اهو، ما تلخبطش بقى وانت بتكتب القوانين، احفظ الورق ده اهي. يبقى الشد بيساوي الكتله في د ناقص ج، عوض عن الشد ب 56، والكتله انت عايزها 9 و8 من 10، وهنا العجله انت طلعتها بكام؟ ب 4 و2 من 10. يبقى تقول له والله 56 دي اتقسم على ايه؟ يعني الفرق بين دهم 9، هنا هنحسب، ها نحسبها يا شباب مع بعض، يعني 8 ناقص 2 في 6 و9 ناقص 4 ب 5 تطلع ب 10. الكتلة يعني 56 ضرب بس المقام في 10 فيطلع الكتلة بكام؟ يطلع معانا كام يا شباب؟ خد بالك هنا الكتلة كانت ايه؟ 5 كاف للايه؟ للجسم الارض ده كانت 5 كاف، ماشي؟ فهنا هنقعد بايه 5 كاف عندنا، يبقى عندك الكتلة تطلع كام؟ ب 2. التمييز بتاعنا ايه؟ كيلو جرام. يبقى الإجابة بتاعتك ايه؟ ب للسؤال اللي هو ايه؟ رقم 6. شوف سؤال 7 بيقول لي إذا بدأت المجموعة الحركة من السكون وكان الضغط على محور البكرة يساوي 29.4 نيوتن، فإن كاف الكيلو جرام تساوي نقط. رقم 7 يا شباب بص كده معايا، رقم 7 إذا بدأت المجموعة الحركة من السكون والضغط على محور البكرة، جاب لك الضغط في رقم 7، ركز رقم 7، الضغط احنا قلنا اللي هو بيساوي 2 شين، الضغط على البكرة كان بيساوي كام؟ 29.4 نيوتن. يبقى الشد تقدر تقسم 29.4 على 2، فيبقى الشد بيساوي 14.7 ايه نيوتن، ده الشد، تمام. طيب انت في المسألة بص كده كويس معاك كده بالسهم اهو، شايف اتجاه السهم اللي انا بعمله موجود اهو يا شباب، 14.7، الكتلة كانت عندك بواحد في د اللي هي 9.8 ناقص الجيم، ها العجلة عايزين نجيبها، يلا ركزوا معايا اكتبوا معايا يا شباب. يبقى بالتالي ده هيعدي هنا وده يجي مكانه، فتبقى العجلة ايه؟ تطلع عندك دي جت بالموجب ودي جت بالسالب، يعني 9.8 ناقص 14.7 تطلع بالسالب. ركز معايا كده في رقم 7، إذا بدأت المجموعة الحركة من السكون وكان الضغط على محور البكرة يساوي 29.4 نيوتن، فإن كاف بيساوي نقط. أول حاجة يا شباب لازم نعرف اتجاه الحركة فين، ركز معايا، أنت عندك الكتلة كانت بواحد وهنا دال، يبقى كاف في دال يعني 1 في 9.8، وإحنا جبنا الشد يا شباب، الشد فين؟ رقم 7، رقم 7 أهي، فين رقم 7؟ طيب احلها تاني معاكم، رقم 7 كنت جبتها في ورقة أهي. الضغط يا شباب بيساوي 2 شين، ركز معايا، رقم 7 هنكملها، انا عملت الرسمه والورقه خارجيه اهو، في رقم 7 الضغط كان بيساوي 2 شين، وجاب لك الضغط 29.4، يبقى الشد هيطلع بكام؟ ب 14.7. طيب يا شباب دلوقتي المجموعه تتحرك منين؟ ركز كده، الشد اهو، ركز معايا، الشد اكبر ولا الوزن؟ طبعا الشد، يعني اتجاه الحركه بتاعك فين؟ لفوق وده نازل كده، خلاص يعني ده طالع وده نازل، طالما طالع وده نازل يبقى احنا هنشتغل ازاي؟ هنقول والله ان الشد بيساوي الكتله اللي عندي في د زائد ج، يبقى انت هتاخد انهي شكل بقى هنا؟ شكله هو طالع، لان هناخد الناحيه دي يا استاذ، هناخد ايه؟ هندرس هنا، هندرس اللي على اليمين عشان نقدر نطلع مين؟ العجله. فانت عندك الشد موجود كان 14.7 اهو، ماشي؟ وهنا كف د و9.8، فالورقه بتاعتنا كنا اثبتنا من شويه
لو هو كان طالع الشد بيساوي كف جيم زائد د، لو هو نازل يبقى كف د ناقص جيم. خلاص خد بالك بقى، يبقى انت تاخد العلاقه دي لانه هي طالع، الرسمه دي معكوسه اهي، طالع اهو، تقول له والله ان الشد بيساوي الكتله اللي عندك في د زائد ايه، زائد جيم. تمام، عوض بقى مكان الشد، عوضنا شباب اهوت في العلاقه، شد بيساوي كف د زائد جيم عند 14.7 اهو يا شباب، عملت فرق اهوت وكملت الحل اهي، الرسمه جنبك اهيت وايه والحل جنبها اهو، يبقى ده العجله. يبقى انت عوضت في القانون يا شباب مكان الشد، الشد بتاعك اللي انت جبته اللي هو 14.7 والكتله بواحد، وهنا الدال وهنا الجيم، وديت بقى الرقم، وديت الرقم بقى بعكس الاشاره، يبقى 14.7 وهنا 9.8 تروح عكس الاشاره بالسالب، يعني تبقى 17 ناقص 8 ب 9، 13 ناقص 9 ايه ب 4، يبقى متر لكل ثانيه تربيع، يعني 14 وايه 9 من 10 متر لكل ثانيه تربيع، دي العجله. تمام، بعد ما جبنا العجله نقدر نستفيد بيها بقى في الحاله الثانيه بتاعت ايه، البقره، وهي هنا، وهي هنا كان في كتله، كتله موجوده كف د، يعني الوزن عندك هنا كف د. تمام، وهو نازل، يبقى انت هو نازل يا استاذ، ناخد مين، ناخد العلاقه فين ده اللي هي كف د ناقص ج، عشان نجيب مين بقى هنا، نجيب الكاف، نقول بما ان في الحاله الثانيه الشد بيساوي كاف د ناقص ج، الشد كان موجود ب 14.7، الكتله عايز تجيبها والدال 9.8، والعجله انت جبتها ب 4.9، هتقول له والله الكتله بتساوي 14.7 على الفرق بين دول، 18 ناقص 9 ب 9 و8 ناقص 4 ب 4، هتقول 14.7 على 4.9 يديك كام؟ يديك الكتله ب 3. تمام، يبقى الكتله بتاعتك تطلع ايه، 3 كيلو جرام. يبقى دي الاجابه بتاعت السؤال رقم ايه، 7، تختار ب. شوف السؤال اللي بعده رقم 8 يا شباب، رقم 8، إذا بدأت المجموعة الحركة من السكون وكان الجسمين 1.96 متر، عندي جسمين اهو، شايفين المسألة رقم 8، كتلتين، ركز كده في المسألة، وكانت الكتلتين في نفس المستوى الأفقي، وهبطت المجموعة 3، يعني 3 نزلت لتحت، بص كده 3 نزلت لتحت كده، ودي طلعت لفوق شوية اللي هي الكاف، ها، وهبطت الكتلة 3، فأصبح البعد الرأسي بينهم، المسافة بينهم هما الاتنين 1.96 متر، المسافة بينهم هما الاتنين، دي المسافة فاهم، وهي كانت بادئة من السكون، يعني بادئة يعني هي ابتدائية بتساوي ايه، 0، وعندك البعد الرأسي وعندك الزمن نون بواحد، تقدر بقى إن أنت تجيب العجلة في الحالة دي، تقول له والله إن فيه تساوي هي ابتدائية نون زائد نص ج نون تربيع، فدي بصفر، فيبقى الفه بتساوي نص في العجلة في نون تربيع، فه كانت بكام؟ ب 1.96، نص العجلة انت عايز تجيب مربع الزمن، الزمن كان بواحد اهو، فيبقى 2 في 1.96 يديك ايه، العجلة، العجلة كانت بكام يا استاذ؟ اقرأ كده تاني، دي فه، الفه كانت بكام يا استاذ؟ المسافة كانت بكام؟ ده البعد الرأسي بين الجسمين. نشوف رقم 8 يا شباب، واللي في الشكل المقابل، بنت المجموعة من السكون ام دي بتساوي صفر، وكانت الكتلتين في نفس المستوى، هبطت الكتلة 3 وصعدت الكتلة كام؟ كاف، وكان البعد الرأسي بينهم 1.96، يعني هما كانوا عند المستوى ده، دي نزلت ودي طلعت، فالمسافة الكلية بينهم كانت بكام؟ كانت 1.96 متر، فالمسافة اللي نزلتها ديت أو تحركتها الكتلة الأولى والكتلة التانية، كل واحدة فيهم اتحركت قد إيه؟ نص، دي نص ال 1.96 هيطلع كام؟ 98%، دي المسافة اللي إيه، اللي هبطتها. يبقى أنت عندك فيه، فيه اللي هي مسافة اتحركها الجسم، أي واحد فيهم بقى 98% متر، وعندك حالة ابتدائية موجودة، بقول لك الزمن كان إيه؟ 1 ثانية، فأنت تقدر تجيب العجلة، نجيبها إزاي؟ نقول والله إن فيه بتساوي عالية ابتدائية نون زائد نص ج نون تربيع، دي بقى بصفر اهي، يبقى المسافة اللي اتحركتها قول له نص في العجلة في نون تربيع اللي هي واحد، والفه كانت بكام؟ قلنا الفه كانت نص دي بقى، لأن دي البعد الرأسي، فالمسافة اللي اتحركتها الجسم كانت 98%، يبقى العجلة تساوي 2 في 98%، 2 في 8 ب 16 ومعايا الواحد 18 واحد ايه 19، والعامل بعد رقمين، يعني 1.96 العجلة، يبقى انت جبت العجلة اهو. بعد ما جبنا العجلة عايزين نجيب كاف،
طيب اتجاه الحركة ازاي يا استاذ؟ خد بالك ده هبطت ودي طلعت، هو قال لك اتجاه الحركة هو موجود، يعني دي نزلت كده دي طلعت. طب انت عايز تجيب الكاف، الكاف كانت ايه طالعة فوق، فانت عندك الوزن اهو كف د، وطالما اتجاه الحركة لفوق عندك الشد موجود اهو، يبقى الكف ج تحت، واحنا خدناها من شوية يا شباب في الورقة اهو، لما يبقى طالع بنجمعهم يعني كف ج زائد د، هم اصلا في نفس الاتجاه، لو عايز تعرف الاثبات بتاعها تاني يعني الشد بيساوي كف ج زائد كف د. اه لو انت مش عايز تحفظ يعني عايز تفهم الطريقة اهي، الشد بيساوي كف ج زائد كف د، هتقول له والله الكتلة هتاخدها زي ما هي وتجمع ج زائد ايه زائد د، تمام؟ مش الفهم اسهل يعني، تبقى فاهم اسهل، هو بتشد لفوق اهو يبقى الكف ج عكسها من نيوتن التاني بقى الكلام ده، ماشي تمام، لان لما طلع لفوق في شد اهو بيتشد، يعني ده بيشد لفوق وده ايه بينزل لتحت، العجله ثابته معانا يعني. الكتله كانت بكام؟ بكاف، والعجله 1.96 وده 9.8، والشد احنا قلنا الشد كان بكام في التمرين؟ الشد معانا يا استاذ نقرا المساله كده تاني، نقدر نجيب الشد بقى من الناحيه التانيه اللي على اليمين، ها ونعوض عنه بقى عشان نجيب ايه الكف، لان الشدود بتكون متساويه يعني، نجيب الشد من هنا يا شباب، ده كان هابط، يبقى نقول له والله ان الشد كان بيساوي الكتله، الحاله بقى ايه الحاله ايه وهو هابط كده، لكن احنا قلنا نشتغل هو صاعد هنا، يبقى انا هستفيد من حاله هو هابط ان انا اجيب ايه عند كتله 3 كانت هابطه، يبقى الشد بيساوي كتله هنقول له في ايه في د ناقص ج اهي، ماشي دي نشتغل عليه، ونقوم معوضين بقى بكتلة كل حاجة موجودة، كتلة 3 والعجلة 9.8، الدال 9.8 هنا 1.96، فنقول له 3 نعمل 3 اهي ونفتح قوس ونحط جواها 9.8 ناقص 1.96، هيديك الناتج اهوت 23.52، ده الشد. اهو بقى عن الشد هنا عشان تجيب الكتلة، تقوم قسم تجمع دول وقسم عليهم، بص كده يعني الشد هيكتب هنا اللي هي 23 وايه 52%، ده هيتقسم على مجموع دول، تقوم قايل على كده اه وفاتح قوس وحاطط جواه 1.96 زائد 9.8 تديك الكتلة بكام؟ ب2. دي طريقة ممكن الطالب يعملها بطريقة تانية، يقول له والله لا أنا مش هعملها بالطريقة دي خالص، دي الطريقة دي طويلة وإيه متعبة، عايزين طريقة سهلة يا أستاذ بسيطة، ممكن تقعد بقى في القانون بتاع العجلة، مش أنت عندك العجلة بتساوي مجموع كتل، هتقول والله مجموع كتل ازاي يعني؟ اه 3 زائد كاف، مش هتعمل الكلام ده، مجموع كتل بنكتبها في المقام ها، وفرق بين الكتل بنعملها ايه؟ بنعملها فوق، الفرق بين الكتل على مجموع كتل في دال اللي هي 9.8، وتعوض مكان العجلة بتاعتك اللي أنت جبتها اللي هي 1.96، وتقول له 3 ناقص كاف على 3 زائد كاف، وتقسم بقى 9.8 وتعملها معادلة. تعالى اكملها لك بقى عشان لو انت عايز تفهم الطريقه دي، ما احنا عايزين سرعه في الامتحان، مش معقول بقى نعمل معادلات كتير كده، تمام؟ فهنعملها بالايه بالطريقه السهله دي، نقوم جايبين يا اولاد الفرق بين الكتل على مجموعهم في 9.8، وهنا العجله موجوده، هتقوم قسم على ده تخلص منه، وبعدين تعمل مقص بقى ومعادله، تقوم قايل اهو 1.96 على 9.8 تطلع نسبه 5، النسبه بتاعتك 5، تقوم عامل مقص بقى 1 في 3 زائد كاف ب 3 زائد كاف، و5 في 3 ب 15 ناقص 5 كاف، هنعدي دي هنا تبقى 6 كاف ودي 18، يبقى الكاف بتساوي كام؟ 3. كاف طلعت معاك بكام؟ دي كانت بكام تاني كده؟ نعمل مقص، دي خدت 5 كاف اهيت، وديت ايه؟ 5 كاف، تعدي هنا تبقى 6 كاف، وهنا دي 12، شفت 12 اهي، 12 على 6 فيها 2، ها فاهمين؟ يبقى ممكن نعملها بالطريقة دي تطلع لنا ايه كتلة هي هيطلع نفس الطريقة يعني. يبقى انت عندك طريقتين للحل هم، يا اما تجيب الشد الاولاني اللي عندك بالقانون وتسيبه وتستفيد بقى من الارقام، حاول تستفيد من الارقام الموجوده ان انت تطلع الشد، تطلع ايه الشد اللي عندك، تمام؟ بعد ما تعوض جيب الشد عوض عنه فين في المعادله الثانيه، او احفظ المعادله اهي، شوف الطريقه المناسبه ليك واعملها، عندك بالطريقتين هم، شوف السهل ليك تحت في القانون ده اهو، بعد ما تجيب العجله بس لازم تجيب العجله الاول المعلومات اللي قالها، طالما في بعد راسي يبقى انت هتجيب ايه المسافه اللي اتحركتها، بس تقسم على 2 يعني. بعد ما جبنا العجلة ممكن بقى ما تعملش الخطوات دي زي ما قلت لك، وممكن انت ايه تقوم جايب القانون بتاع العجلة نفسه اللي انت حافظه اللي هي الفرق بين الكتل على مجموعهم في 9.8، وتعمل مقصات وتطلع كاف، او تعمل معادلتين، شوف اللي يناسبك، شوف السهل ليك ايه، في طلبة بتحب الفهم طبعا مش الحفظ، الفهم اسهل، انا بفضل كده برضه تبقى فاهم، فهو لما يتشد فوق يبقى هنا الشد بيساوي كف ج زائد كف د، وانت عايز برضه معادلة تانية هو نازل لتحت كده دايما الشد لفوق، فالكف ج بتبقى عكس الشد، وانت عندك الوزن دايما لتحت اهو، فتقول له والله الشد بيساوي
طبعا هو بتشد لفوق اتجاه الحركة لفين. خلاص يا شباب، ما تنساش بقى تختار الإجابة بتاعتك. كاف يساوي ايه؟ 2. السؤال رقم 8 تاخد ايه؟ جيم. تعال نشوف السؤال رقم 9. بيقول لي خيط خفيف يمر على بقرة ملساء مثبتة ويحمل في طرفيه جسمين كتلاهما 3 كيلو جرام وكاف كيلو جرام متداليان رأسيا. بدأت المجموعة الحركة من السخون عندما كان الجسمان في مستوى أفق واحد. أوجد أولا مقدار عجلة المجموعة. رقم 2 مقدار الشد على الخيط، الضغط على محور البقرة، المسافة الرأسية بين الجسم. رقم 9 نحله مع بعض. هو عايز العجلة، العجلة هتساوي الفرق بين الكتل، تبقى 2 كاف على مجموع الكتل اللي هي 4 كاف في دال، فيطلع نص دال، يبقى العجلة بتساوي نص ايه؟ نص دال. طيب السؤال رقم 10، دي خلاص دال، دي مش 10 بقى، دي أولا، دي أولا يا شباب ركزوا معايا، دي أولا وبعد كده ايه؟ ثانيا. مقدار الشد في فرعي الخيط، الشد عايزين نجيبه، خد بالك لازم نعرف اتجاه الحركة فيه الأول يا شباب. هنا 3 كاف دال وهنا كاف دال، فيبقى اتجاه الحركة الايه كده، ده نازل وده ايه؟ ده طالع. فطالما ده نازل نقدر بقى نشتغل بالقانون اللي هو طالما نازل لتحت يعني، وانت عايز تجيب ايه؟ مقدار الشد، الشد الجوي من على اليمين كده، تختار من القاعدة تقول له والله هو نازل يا استاذ، يبقى الشد بيساوي كاف دال ناقص ايه؟ ناقص جيم. تمام، يبقى الشد بتاعك اللي هو اللي فوق اهو يساوي الكتلة الهبطة، الكتلة الهبطة اللي هي 3 كاف في دال، اسمها كده، وهي 3 كاف في دال، في دال ناقص جسم اللي عندك اللي هي 3 كاف، في دال ناقص جيم اهي، الجيم كانت نص دال، فيبقى 3 على 2 كاف ايه؟ في دال. ناخد الاختيار بتاعنا جيم، ركز كده العلامات محدش يتلخبط. طيب ثالثا، بيقول لي مقدار الضغط على البقرة، الضغط بيساوي 2 ش، يبقى 2 هتضربها في 3 على 2 كاف د، يبقى 2 تروح مع 2 تبقى 3 كاف ايه؟ كاف د، ده الضغط. رابعا بقى، المسافة الرأسية بين الجسمين بعد ثانية واحدة. والله انت جايب مسافة تحركها 1 وبعدين تضرب في 2. طب هو بدأ منين؟ خيط خفيف بدأ بين السكون، يعني عندك عادة تدائية بتساوي 0، وعايزين بعد يجيب بعد ثانية واحدة، وعندك العجلة انت جايبها، العجلة اللي هي ايه؟ نص دال، يعني نص 9.8 يعني، فتقدر والله تجيب مسافة تقول له فيه بتساوي عادة تدائية نون زائد نص جيم نون تربيع. خلاص، فانت عندك ده بصفر، يبقى نص في العجلة اللي هي نص في 9.8 في 1، يبقى تبقى 9.8 على الأربعة. احسبها كده بالحسبة، 9.8 على الأربعة ادتني 49 على 20، يعني 2.45. تعال نجيب بقى المسافة الرأسية ضربين في 2، يعني نضرب دي في 2 يا شباب، لان دي المسافة اللي اتحركتها الجسم هنا، وده طلع طلع ده طلع كده وده طلع كده، فنقوم ضربينها في 2 نطلع بقى المسافة الكلية 4.9، يبقى المسافة الكلية المسافة أو البعد الرأسي، يعني البعد الرأسي بين الثقلين أو الوزنين، هتساوي مجموع القيمتين يطلع 4.9 إيه متر. ها فهمنا يا شباب؟ شوف السؤال رقم 10، كتلتان مقدارهم مقدار كل منهما 420 جرام، إحداهما موضوعة على كفة ميزان وكتلة، أعملها من تاني هنا معاك برضو. عندك الكفة كانت 420، الوزن الموجود فيها، وهي كتلتها كانت 140، فيتجمعوا الاتنين مع بعض، وهنا فيه موجود 420، الفرق بين الكتل يديك 140، ومجموعهم كلهم 980. ماشي، يبقى انت بتجيب فرق بين الكتل على مجموع كتل في دال، ده اللي هي 980. طلعت العجلة معانا ب 140 سنتيمتر كل ثانية تربيع. بعد كده بنجيب الشد، نختار مثلا الجسم، طبعا المجموعة تنزل كده وده هتطلع، ناخد المجموعة من الشمال اللي هي طالعة مثلا، نقول له الكتلة في دال زائد ايه؟ زائد جيم. الكتلة اللي عندك اللي طالعة 420 في العجلة اللي هي 900، الدال 980 والعجلة اللي هي 140، نعملها على الآلة الحاسبة، تطلع بالناتج ده يا شباب، ده طلع بالضاين، نقسمها على 980 تطلع معايا 480، الإجابة جيم. طلعت ايه بالثقل لأنه عايزة يا شباب، دي في الإجابة التانية عايزة بس بالثقل جرام، اهي موجودة،
خلاص احنا في ثانية دلوقتي يعني. اولا خلاص طلعناها 140، دي اولا، ودي ايه ثانيا، هيطلع معاك 400 وكام، و80 سكر جرام. ماشي. المطلوب بعد كده الضغط بيساوي 2 ش، يعني الضغط على البقرة اللي هي ثالثا، الضغط بيساوي ايه 2 ش. يبقى نضرب 2 في الناتج اللي احنا طلعناه يا شباب، 2 في 400 وايه و80، قول له في 2، هيطلع معايا كام؟ 960. 960 اللي هي الإجابة د. رابعا الضغط على كفة الميزان، لو عايز بقى الضغط على البقرة خلاص جبناه، الضغط بقى على كفة الميزان هنرجع تاني، نرجع تاني يا شباب بقى نجيب بتاع الكفة، يعني وزن الكفة اللي عندك. ايه اللي بيضغط على الكفة؟ الكفة كان وزنها 140 جرام، ايه اللي بيضغط عليها؟ 420. عايزين نجيب الضغط على ايه؟ على الكفة. افهم الكلام، الضغط على الكفة ده اهو، يبقى الكتلة اللي عندك هتبقى 420 بس اتجاه الحركة ايه؟ لتحت. فتقول له والله راء او الضاد، خليها ضاد اللي هي الضغط يعني، مفيش مشكلة. هو اتجاهه كان فين؟ للأسف اتجاه الحركة الايه؟ لتحت. تقول له والله كاف في د ناقص ج. افهم الكلام، هو عايز الضغط على ايه؟ على الكفة. ايه اللي بيضغط على الكفة؟ الكتلة اللي فيها، الكتلة اللي فيها اللي كانت كام؟ اللي هي 420. طب اتجاه الحركة كان فين؟ لتحت. يبقى تشتغل بالقانون اهو، اللي هو كاف في د ناقص ج اهو، اللي هو معانا في الورقة ده اللي احنا اثبتناه. خلاص، فيبقى عندك الكتلة بتاعته 420 جرام، والدال 980، والعجلة هابط لتحت، فيبقى كف د ناقص ج، نطلع معايا ايه الإجابة بتاعتك؟ باء. اختار باء. فهمته؟ فهمنا يا شباب؟ واضح كده الكلام؟ طيب السؤال اللي بعده، متنساش بقى اتعلم على الإجابة، الإجابات بتاعتك. طيب رقم 11، جسمان كاف واتنين كاف مربوطان في طرفي خيط يمر على بقرة صغيرة ونساء، وتحركت المجموعة من السكون عندما كان الجسمان في مستوى أفقي واحد. أكمل ما يأتي. عجلة الحركة بتساوي نقط، برضو العجلة يا أستاذ هنعملها بنفس الطريقة. يلا نحلها كده. رقم 11 هو عايز العجلة، زي ما احنا قلنا العجلة 8 من 10، طلع معاك 49 على ايه؟ على 15. خدنا الاختيار ج. ماشي، راجع تاني كده عشان نظبط حاجة بس في المسألة. تمام، يبقى رقم 11 يا شباب العجلة، فرق بين الكتل على مجموعها في 9 من 10، طلعت 49 15، دي العجلة. والتمييز بتاعنا قلنا متر لكل ثانية تربيع. تمام، أنا عندي عايز أجيب الضغط في ثانيا، يبقى ثانيا أعمل إيه؟ لازم أجيب الشد. الشد يا شباب هناخد المجموعة اللي هابطة اللي هي 2 كاف، يبقى له 2 كاف في د ناقص إيه؟ ناقص ج. 2 في كاف أهي، لأن عشان أجيب الضغط لازم أضرب 2 في ش. الد اللي هي كانت كام؟ 9 من 10 ناقص العجلة اللي احنا طلعناها 49 على ايه؟ على 15. الناتج هيطلع يا شباب بالنيوتن، نقدر نحوله ايه؟ للثقل كيلو جرام بعد ما نخلص. هنقول له 9 من 10 ناقص 49 على 15 يساوي، نقوم ضربينها في 2، هيطلع لنا الناتج ده، نقوم قاسمينه على 9 و8 من 10، تطلع 4 على 3، لأنه عايز يا شباب ايه؟ بالكيلو جرام، عايز التمييز بتاعنا ثقل كيلو جرام. وهنا الكاف، جبت انت الشد. تعالى نجيب بقى الضغط، يبقى 2 في ش، يعني تطلع 8 على 3 ايه؟ كاف ثقل كيلو جرام. ده الضغط. علم بقى الإجابة بتاعتك اللي هي ايه؟ د. الإجابة د هنا، واللي قبلها كانت ج. أستاذ يبقى أقول له عين سواء ابتدائية زي ج في ن، فدي بصفر. العجلة عندك 49 على ايه؟ على 15 في الزاوية اللي هو 3 على 2، يبقى تقول له والله 3 على الاتنين على الآلة اهيت في 3، اعمل كده يلا اعمل انت استاذ 3 هتلاقي 1.5، يعني 1.5 في 49 على 15 تطلع كام؟ 3 اهي، 4.9 اللي هي السرعة. خلاص، والتمييز متر كل ايه؟ لثانية. دي السرعة دي بتاعت ثالثا. رابعا بقى نجيب المسافة اهي، هكتب على الآلة الحاسبة اللي احنا عملناه، اللي هو بص هتصلح دي بس كده، تعملها نص، 1.5 تربيع اهي، تبقى قوس، يعني تعمل نفس اللي انت كتبته. بص احنا بنحل رابعا بقى دلوقتي فوق هنا، 3.5 تربيع اهي، يلا عشان نخلص بقى المسألة دي. ها تربيع معايا كده يا شباب، بكتبه في 49 15 في نص كمان، يطلع الناتج اهو. ماشي، اللي هو مين؟ المسافة
تلاتة على اتنين اللي هي 1.5 تربيع، 49 على 15 في نص، ماشي. دي تضربها بقى في اتنين، لان عايز المسافة من الرأسية تقوم ضارب في اتنين كده، لان انت يتحرك جزء والتاني يتحرك ايه نفس البعد، فالمسافة الرأسية اتنين فيها. اه طلعت معاك 37.35 مسافة هتضرب في اتنين، ماشي. يبقى رابعا الناتج بتاعنا بتاع رابعا اهي، هتبقى تحت اهو، رابعا هيطلع الحل بتاعنا رقم ج. طيب خامسا، اذا قطع الخيط بعد 3 بعد 1.5 ثانية بدأ الحركة، فإن الكتلة كاف تصل للسكون اللحظي على زمن قدر قد إيه؟ خد بالك لما يتقنى 1.5 ثانية يعني الخيط قام مقطوع، فالكتلة اتحركت، يعني الكتلة دي طلعت لفوق شوية وسكنت لعند العين النهائية بصفر، فاحنا عايزين نعرف مش هتسمن الزمن قد ايه لحد ما تسكن هنا لحظيا، لان هي هتسكن لحظيا وتعدين تقع، فاهمين؟ طب الزمن عايزين نجيبه ازاي؟ انت عندك السرعه الابتدائيه هي السرعه النهائيه في المرحله الاولى اللي احنا كنا جبناها فوق، سرعه المجموعه بعد 3 على 2 ثانيه كنا جبناها، كنا جبنا السرعه بكام يا استاذ؟ كانت سرعه ابتدائيه ب 4.9 متر كل ثانيه، دي السرعه الابتدائيه اللي كنا جبناها، فاهمين؟ يعني بص الكتله طلعت كده وهي طالعه بعد ثانيه ونص اما قطعنا الخيط، بعد ما قطع الخيط الكتله دي مشت شويه، فهي كانت ماشيه بسرعه ابتدائيه للسرعه النهائيه في المرحله الاولى، السرعه الابتدائيه كانت 4.9 بقى هنا اللي هي بعد ايه؟ بعد ثانيه ونص. خلال بقى الحبه دول طلعت لفوق شويه وبعد كده ايه سكنت وبعدين هتنزل، لما سكنت السرعه النهائيه بصفر، عايز اعرف بقى مشت قد ايه لحد ما سكنت لحظيا. طب اجيب الزمن ده ازاي؟ بسيط، انت عندك عين ابتدائيه وعندك عين نهائيه بصفر وعندك الزمن عايز تجيبه وعندك اتجاه الجاذبيه كمان اهو كده عكس اتجاه الجاذبيه، عندك الدال اللي هي العجله يعني سالب 9.8، والله تستخدم القانون بقى اللي هو عين بتساوي عين ابتدائيه زائد ج في ن، اهو عين بتساوي عين ابتدائيه زائد العجله في الزمن، بس العجله ديت ايه؟ عجله الجاذبيه بقى اللي هي دال، اه تمام. يبقى عشان ما تلخبطش يعني دي عجله الجاذبيه، السرعه النهائيه بصفر والابتدائيه كانت 4.9، قلنا دي بالسالب بقى يا استاذ، سالب 9.8 في ن، فيطلع الزمن ب 2، يعني تودي دي هنا ولا نص، اه تودي دي هنا وتقسم تطلع نص، يعني الزمن يطلع بعد ايه؟ بعد نص ثانية. يعني لما قطعنا الخيط، خد بالك الكتلة دي كانت هنا ودي كانت هنا، لما قطعنا الخيط أصبحت المسافة بينهم ده طلع لفوق شوية كده وده نزل لتحت كده، فالمسافة ده هي كلها يعني بين فوق هنا وهنا تحت المسافة النهائية كانت 12 وكام؟ 12 وربع متر. طب ما أنت عندك البعد الرأسي بين ده وده، البعد الرأسي بينهم كان قد ايه؟ ركز كده المسألة عشان تفهم، البعد الرأسي كنا جايبينه 7.35، يعني معنى كده المسافة اللي طلعها الجسم، طبعا المسافة الرأسية بين ده وده دي المسافة اللي اتحركها لفوق اهي اللي سماها فيه واحد، والمسافة اللي نزلها دي اسمها ايه؟ فيه اتنين. يبقى انت عندك تستنتج ان فيه واحد زائد فيه اتنين المسافة الباقية، افهم تاني هقولها، هي كانت المسافة بينهم 7.35، بيقول لك لما قطع الخيط وطلع فوق وده لتحت بعد زمن معين أصبحت المسافة 12 وربع، فانت هتقدر تقول ان المسافه اللي طلعها الاول والمسافه اللي طلعها الثاني هيبقى الفرق بين 12 وربع ناقص 7 و35، اه 12 وربع ناقص 7 و35، اطرح كده 12 ناقص 3 ب 9 وهنا 11 ناقص 7 ب 4، يعني فيه واحد ده اهي وفيه اتنين طلعت 4.9. طب ما انت تقدر تجيب فيه واحد وفيه اتنين، تعالى يعني كده جيب فيه واحد بالنسبه للجسم اللي طلع وفيه اتنين بالنسبه للجسم اللي نزل مسافه يعني. طب نجيبها ازاي؟ احنا عندنا فيه بتساوي عين ابتدائيه نون زائد نص ج ن تربيع، بس هنا دي طالعه يا استاذ يبقى بالسالب لان العجله بالسالب، ها زائد نص، ها سالب د ابتدائيه ن زائد نص ج ن تربيع اللي هي الدال يعني دي بالسالب اهي ن تربيع، تمام دي بالسالب، واللي نزل ده هتقول له والله عيله ابتدائيه ن زائد نص د ن تربيع، نص د ن تربيع، فاهمين كده؟ اه عيله ابتدائيه ن زائد نص د ن تربيع لان ده كان نازل لتحت. طب ما انت عايز تجيب بقى فيه واحد وفيه اتنين، ما انت عندك فيه واحد وفيه اتنين الباقيين هم لو جمعنا دول مع بعض انت عندك اهو، تقول له والله ان 4.9 ده عباره عن فيه واحد زائد فيه اتنين، فيتبقى من هنا مين؟ تقول له عين ابتدائيه نون لان ده هيقوم رايح مع ده، لما تجمعهم مع بعض بقى عين ابتدائيه نون زائد ايه؟ زائد عين ابتدائيه نون، يعني يا استاذ 4.9 بتساوي عين ابتدائيه زائد عين ابتدائيه تدخل على مشترك، وهنا يتبقى ايه؟ نون ونون عين ابتدائيه يعني اتنين، يعني ما هي اتنين نون، صح كده؟ فاهمين؟ يعني نجمعهم لان هم متشابهين يعني، لان الابتدائيه هنا هي البدايه هنا. طب السرعه انت كنت جايبها بكام اصلا؟ والله كنت جايب السرعه بكام يا استاذ؟ ها؟ آه السرعه كنا جايبينها ب 4، اقرا كده السرعه تاني شوفها. الابتدائيه يا شباب كنا جايبينها ب 4.9، وهنا في 2 وهنا نون. طب ما انت تقدر تطلع النون بقى، اختصر دي مع دي، يبقى الزمن قد ايه؟ نص، يعني خلال نص ثانيه
المسافة بينهم أصبحت 12 وربع. قولها تاني يا شباب. فكرتها، فكرة المسألة دي لما جاب لك المسافة الكلية خلال زمن معين، لما قطع الخيط ده طلع جزء وده نزل جزء، فالمسافة لما قسناها بينهم طلعت 12 وربع متر. المسافة بين الكتلة اللي هنا والكتلة اللي هنا كانت 12 وربع متر، تمام؟ طيب ادي الكتلة وادي الكتلة، انت اصلا كنت حاسب البعد بينهم كام؟ البعد الرأس بينهم اللي هو كان 7.35 من 100، ده البعد الرأس بينهم. فلما طرحت البعد الرأسي من ال 12 وربع اتبقى لك فيه واحد وفيه اتنين، يعني المسافة اللي اتحركها دي ودي، مستوعبين؟ يا شباب هو قطع منهم الخيط امتى؟ بيقول لك كده قطع منهم الخيط بعد زمن نون، يعني كانت المجموعة عندك اهيت ساكنة، دي نازلة لتحت وكده ودي فوق. المجموعة اللي عندك بص كده للشكل اهو عشان تبقى فاهم اكتر. اه جسمان كنت لهم كاف وكاف مربوطان، وتحركت المجموعة من السكون عندما كان الجسمان في مستوى أفقي. لما اتحركوا في مستوى أفقي جبنا العجلة وجبنا الضغط على البكرة وجبنا إيه المسافة الرأسية بعد 1.5 ثانية، تمام؟ المسافة الرأسية كانت موجودة أهي. قال لك بقى إذا كانت المسافة بين الجسمين بعد زمن نون ثانية بعد قطع الخيط، لما تبقى المسافة 12 وربع إيه متر، المسافة بينهم كام؟ 12 وربع متر. انت عايز تعرف زمن قد ايه عشان يوصل للمرحله دي؟ والله البعد الرأسي بينهم كان 7.35 من 100، لما طرحناه من 12 وربع طلعت فيه واحد وفيه اتنين، اللي دي طلعتها ودي نزلتها 4.9 متر، تمام؟ اهو 4.9. بعد كده قلنا والله ان فيه واحد زائد فيه اتنين مجموعهم 4.9، جبنا فيه واحد للي طلع وفيه اتنين للي نزل. اللي طلع كان ماشي عكس ايه الجاذبيه، واللي نزل كان ماشي مع الجاذبيه. لما جمعنا فيه واحد وفيه اتنين ادتنا 4.9، جمعنا دول مع بعض فطلع هنا عين ابتدائية نون زائد عين ابتدائية نون اللي هي 2 ابتدائية نون، عوضنا عين ابتدائية سرعة ابتدائية اتحركتها المجموعة من هنا ومن هنا كانت كام؟ 4.9. خلاص. وبعدين جبنا الزمن بقى نص. كمل ان شاء الله يا شباب المسائل فيديو تاني بإذن الله. اتمنى تكونوا فهمتوا النهاردة، وربنا يوفقكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.